يمكن هدف كان اطمئنان، والنجاح في الهدف الثاني لاحمد عبد الظاهر اللي الكل بيلوم عليه الحقيقه، لان لم اتصور لم اتوقع ابدا انه احنا قلنا نبعد السياسه عن الرياضه. اشاراته النهارده في الملعب دي لا تنم على لاعب محترف ولا لاعب له انتماء على الاطلاق. شايفها ازاي الحقيقه سلوك سيء على طول. انا من الاخر بجيب بالاخر لو ده سلوك شخصي اهلا وسهلا بيه، يطلعوا بره. احمد عبد الظاهر كان بيبات في رابعه ما حدش كان بيكلمه، ده سلوك هو حقه ما حدش يفتح بقه معاه ده. لكن في الملعب ما انت عندك احمد فتحي نجم المباراه الاول، ده راجل يعني من المؤيدين بقوه لخريطه طريق وشريف اكرام او كل اللاعبين بلا استثناء، حتى في ميعاد اهو حتى ابو تريكه راجل سجل الهدف ما عملش حاجه، راح حيا الجمهور باحترام قبل واثناء وبعد المباراه يعني. فكل واحد بقى الحقيقه هيجيب لي جون ولا هيجيب لي ميداليه هيفكر ان هو صاحب البلد وهو اللي بيجيب على البلد. لا، الفريق فريق جماعي، شغل جماعي يعني كده ان يفسد ملناش علاقه. والله لو حد عمل حتى للقوات المسلحه كنت اقول نفس الكلام، لان الملعب ليس ساحه ابدا للايحاءات والايماءات والاشارات السياسيه. احنا مش ناقصين الحقيقه، فبنصدق ان الملاعب تستعيد عافيتها وان الجماهير ترجع مره هو ده بقى اللي انا عايزه اناقش حضرتك فيه يا كابتن احمد. هل هو يعلم ان ممكن اشاره زي دي تشعل المباراه بعد هذا الانتصار؟ ليه ما بنفكرش في ابعاد؟ طبعا دي ثقافه محدوده جدا تنم عن ضيق في الافق، وثقافه محدوده ولاعيبه الحقيقه يعني. النهارده عايز احيي الجمهور الرائع، النهارده اكثر من 35 40 الف متفرج يا مدام عزه، ما فيش لفظ خارج، ما فيش لفظ جارح. أي. حتى الالعاب الناريه اللي ولعوها بعد المباراه دي خلاص مقبوله، لان ده احتفال، في الاحتفال ما فيش ادنى مشكله، احنا بنخاف عليهم اثناء المباراه فقط لا غير. صحيح. لكن جمهور 40 الف ولا 35 الف منتهى الالتزام والانضباط والاحترام، ده هايل. احنا كنا مرعوبين، ده يشجع الانديه وده يشجع الداخليه وده يشجع الكوره انها تعود مره تانية للملاعب المصريه. بالظبط يعني الحقيقه اللعيبه الصف يعني ثقافه، دول الحقيقه دول بيسيئوا جدا للرياضه في كل مجالاتها. خلينا نتجاهل فن احمد عبد الظاهر ونرجع للمباراه. بس تقول له ايه كلمه واحده؟ لا، تقول له يا تلعب كوره يا تلعب سياسه، ملعب الكوره مفتوح لك باحترامك وادبك، الف اهلا وسهلا. يعني انا عايز اقول لحضرتك لو باقي اللعيبه ال 20 لعيب اللي لهم ميول ثانيه معروفه جم عملوا بقى قصه ثانيه للجيش وللحكم وللحدوته، كنا هنعمل ايه بقى؟ كان هيتقلب الملعب يا فندم بقى ما بين يمين وشمال، وده رابعه وده خمسه وده ثالثه وده ثانيه. ده كلام الحقيقه كلام فارغ وكلام غير مقبول. عايز اعرف ايه الاستفاده اللي استفادها؟ هو طبعا هيطلع ناس يقول لك انا جبت اربع اهداف وكنت بشاور ان انا جبت اربع اهداف. بس يعني اللعب بالناس ده مش وقته خالص. ده امر غير مقبول على الاطلاق. وعارفه عايز اقول لحضرتك حاجه، الكلام ده لو موجود في اوروبا لو في امريكا لو في اي حته بيبقى عليها عقوبات بالجمله فوق ما تتخيلي. الناس ما بتاخدش بالها من الكلام ده، فكر ان احنا بنتجنى. والله العظيم انا في صف اللعيبه دائما وابدا، وفي صف كل واحد انه يعبر عن رايه، كل واحد له مطلق الحريه بس في حدود وفي مجاله. ده لا مجاله ولا مكانه ولا اوانه ابدا على الاطلاق. يعني انا دايما اقول انصاف يعني انصاف الثقافه، انا بس بختار الفاظي بعنايه شديده لانه ده هيؤثر بعنف وبشده على المدرجات. امبارح الزمالك واخد كاس مصر، ما شفناش لفظ، ما شفناش كلمه، ما شفناش اشاره، وكنا سعداء جدا ان امبارح الدنيا بتمشي والنهارده بتمشي اكتر و19 بتمشي. صحيح. اكتر واكتر كمان. امال انت بقى لو لعبت في المنتخب وجبت لك خمس تجوان في وصلتنا كاس عالم تعمل فينا ايه يعني؟ الامر الحقيقه غير مستحب. انا مش عايز اقف عند دي كتير، لان النهارده النادي الاهلي اللي عمله للموسم الثاني على التوالي يا مدام عزه واستيقاف للنشاط، مفيش دوري عام، مفيش كاس مصر، مفيش اي نشاط، وباثنين مدربين وطنيين حسام البدر السنه اللي فاتت ومحمد يوسف السنه دي، وياخد البطوله الافريقيه من الترجي ومن اورلاندو ومن ليوفار ومن الزمالك ومن انديه لا اشناها ثقلها. اعتقد ده امر في غايه الروعه وغايه الجمال للنادي الاهلي، لجمهوره، لمحمد يوسف مدربه. الامر اللي يعني